السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل كده يا جماعة طاسة سريعة جدا للفطار أو الغداء أو العشاء، أنا مسميها طاسة السعادة، شوية ميكس كده من شوية حاجات بسيطة وكلها موجودة في البيت، لكن يا جماعة الطعم في الآخر روعة روعة روعة. كمان لو مش حابين تحطوا عليها جبن ما تحطوش، عايزين تحطوا رشة خفيفة من الجبنة الرومي أوكي، اعملوها بقى سندوتشات بتبقى تحفة في السندوتشات. بسم الله، أنا معايا معلقتين زيت، حابين تحطوا معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت اوكي، ومعايا حبيتين من البطاطس حجمهم متوسط قطعتهم كده مكعبات صغيرة، حاولوا المكعبات تبقى صغيرة قدر الامكان. لو حابين تحطوا بتنجان مقلي مكعبات كده يكون مقلي اوكي عادي خالص، بيزيد الاكل حلاوة. بسم الله، خدت لون معايا كده، بعد كده نزلت بقرنين فلفل بارد او سبايسي براحتكم، لكن القرن الاحمر ده انا دقيته في الهون مع فصين ثوم. بسم الله، لو حابين تحطوا معلقه صلصه حطوا، لكن انا ما حطيتش صلصه. بعد كده حطيت ب10 جنيه لانشون فراخ. بسم الله، بعد كده بقلب، يعني بصوا يا جماعه هي طاسه بقلب الامكانيات، لكن كده حسيت ان طعمها جديد وكان طعمها رائع جدا يا جماعه ومشبعه. بسم الله، اديها كل مكون بنزل بيه كده بقلب دقيقه واحده كده تقليب، بعد كده هديها رشه من الفلفل الاسود والملح والكمون. حابين تحطوا البهارات على البيض وتضربوه بالمضرب كده و اضيفه بقى على البطاطس والحاجات دي واللانشون وشوية الخضار اوكي. بسم الله بالمنظر ده، بس ما تكتروش ملح يا جماعة علشان انا اديتها رشة جبنة رومي والجبنة الرومي اصلا بتبقى حادقة. بسم الله، انا هكشفها واحط لها كمان رشة جبنة كده بارميجان مبشورة، كانت مطعمها جدا يا جماعة. و 5 دقايق بالظبط وخلصت على كده، الجبن ساحت وخلصت على كده. ممكن كمان حبايبي تدوها رشه كده حبايه طماطم متقطعه مكعبات صغيره وتحطوها تحت الشوايه تاخد لون لو حابين، مش حابين خلاص سيبوها كده ودوها رشه بقدونس، او لو مش حابين تزينوها براحتكم جدا، لكن كانت يا جماعه في الطعم رائعه جدا جدا، وعملتها كده وانا واقفه في 3 دقايق. وبالهنا والعافية علينا وعليكم، ولو عجبكم يا حبايبي الفيديو ادعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.